بارامترز ترانسميشن لاين بارامترز، واخدنا في الجزء بتاع ريزيستنس رو ال على الاريا، وشفنا التاثيرات والسكين افكت والبروكسيميتي والايه والماتيريال نفسها كوندكتيف ماتيريال انواعها ايه، واتكلمنا كل ده اتكلمنا فيه قبل الميد تيرم. وبعد كده دخلنا في الاندكتنس. فكركم بقى في موضوع الاندكتنس، احنا دلوقتي بنتكلم في الجزء بتاع الاندكتنس كالكوليشنز. وخدنا بروف نمره واحد خلاص، اللي هو كان حساب الفلكس لينكج تمام ديو تو سنجل سوليد كوندكتور، اللي هو كان انترنال بلس اكسترنال فلكس لينكج. ده كان له صيغه وده كان له صيغه، طلعت في الاخر ميو اي على 2 باي لين ديستنس. لو بتكلم على اب تو بوينت بي يبقى ديستنس من بي او المسافه لحد ايه، لحد نقطه بي تمام، لحد او على الار ستار. والار ستار دي كان ليها علاقه بالار، كان في اس ناقص ربع في الار. وبعدين خدنا بروف تاني، ده كان سنجل سوليد كوندكتور. وبعدين خدنا بروف تاني على الايه كوندكتور inside group of conductors، وعرفنا انه اللمبه بتاعتنا بيبقى فيها جزء سيلف وجزء ايه يا جماعه؟ جزء ميوتشوال، اللي هو اي 1 اي 2 اي 3 لحد اي ان. اثبتنا الكلام ده امبارح في المحاضره، وصلنا الى فورمه نهائيه تمام. وبعدين خدنا الابلكيشنز وعرفنا انه لما بابلاي القوانين دي على سنجل، وفي انتم باصين في المحاضره، المحاضره مسجله بتاعت امبارح كمان ايه، حتى لو ما حضرهاش شافها، سنجل فيز سيستم خلاص. سنجل فيز سيستم بيبقى شكله عامل ازاي؟ تو كوندكتورز اهو، ريديوس ار 1 ريديوس هنا ار 2 خلاص. المسافة ما بين السنتر والسنتر، خد بالك السنتر والسنتر دي مهمة جدا، عشان في المسائل الشيت هتلاقي المسافات لازم تاخدها من السنتر للسنتر. دي واحد اثنين، تطلع الايه الفلكس لينكج بقى، ثم الاندكتنس في النهاية. كانت أجمل حاجة إن إحنا بدأنا هنا نحسب الاندكتنس فعلا، كان بيطلع ميو على 2 باي تمام لين ديستنس على الريديوس بالمنظر ده تمام. وبعدين قلنا والله غالبا بيبقى كل دايما سنجل فيز اي دايره بيبقى الكابل الرايح قد الراجع قده في المقاس، يبقى لو الارات قد بعضها بتبقى الالات قد بعضها، بتبقى ميو على 2 باي لين دي على الار، حيث الارات دي متساويه خلاص. الكلام ده واضح يا جماعه؟ سهل ولا صعب؟ وبعدين قلنا حاجة تانية، قلنا الميو على 2 باي ديت هي 4 باي في 10 أس ناقص 7 على 2 باي هتساوي 0.2 في 10 أس ناقص 6. عشان كده قلنا والله ال أي واحدة فيهم هتبقى 0.2، 10 أس ناقص 6 يبقى مايكرو، 10 أس ناقص 6 معناها إيه مايكرو؟ اسألي يا إيه؟ ميو على باي ده اللوب هنجمعهم دلوقتي، لسه هنجمعها 0.2 في لين دي على ار. اللي ميو على باي بس دي اللي هي اما بقول لك احسبي التوتال اندكتنس اوف ذا لوب. لو عندي خط ادي الرايح اهو وادي الراجع اهو وادي ال1 وادي ال2 وكلاهما بيساوي ال، بيساوي ميو على 2 باي، لما بنجمعهم ال توتال اللي هي اللوب دي لوب اندكتنس، اندكتنس الكليه. طبعا واحد يقول لي الله انت قلت لنا امبارح ان هم سيريز، هل السيريز يا جماعه لازم يبقوا في ظهر بعض لازقين في بعض؟ مش لازم، المهم ان هم سيريز اهو، كل الدايره دي تعتبر سيريز مع بعضها خلاص. هتساوي ال1 زائد ال2
او اتنين من ده او اتنين من ده اللي هو ميو على باي بس لان هنضرب في اتنين ده اللي انت بتقوليه بقى دلوقتي لين دي على باي. يبقى ده قوانين كلها يا جماعه سهله جدا ومحفوظه جدا ولازم تبقى حافظها، وانا اثبت لك انا شخصيا اهو حافظها. خلاص لازم تبقى حافظها زي كده دلوقتي بالظبط. وبعدين دخلنا في ابلكيشن تاني. ايه هو؟ مين يفكرني؟ ايوه الثري فيز، وهو الكيس الاشهر والاكبر والايه والاهم، هو الاندكتنس اوف ثري فيز ترانسميشن سيستم. في الثري فيز سيستم اكتشفنا حاجه مهمه جدا، انه الجنرال كونفيجريشن، الجنرال كونفيجريشن عندما تكون المسافات مش متساويه. يعني ايه مش متساويه؟ يعني دي واحد اتنين، لو قلنا ده كوندكتور، لو ده ار واحد ار اتنين يبقى خلي دي واحد اتنين، دي ار تلاته يبقى دي اتنين تلاته، يبقى دي تلاته واحد. لو المسافات متساويه بيحصل ايه؟ بيحصل ان بتطبيق قانون الفلكس لينكج بيطلع لنا لامدا واحد قانون كبير كده اهوت، لامدا اثنين قانون كبير كده اهوت، لامدا ثلاثه قانون كبير كده اهوت. لما باجي ادفايز منهم الاندكتنس ال واحد وال اثنين وال ثلاثه بيحصل ايه يا جماعه؟ بيطلع لي قانون كبير، وللاسف مش هي مش انه كبير، مش كده انه فانكشن في الايات نفسها. خلاص؟ فانكشن في الايات نفسها. ده كل ده قلناه امبارح، كل ده قلناه امبارح، بس بنعمل ملخص سريع كده للي ايه ما ذاكرش قوي. خلاص؟ فدي حاجه كرنت ديبندنت. هل احنا سمعنا قبل كده مساله سيركت و تيك ذا مثلا ريزيستنس ايكوالز 10 اوم اند ذا اندكتنس ديبندس على كذا، ولا بيبقى الاندكتنس لازم يبقى ليها قيمه؟ لازم يبقى ليها قيمه، لازم، طالما لازم يبقى ليها قيمه فبنحل الازمه دي بحاجه من اثنين، يا اما ان احنا نعمل ايكوال سبيسنج. الايكوال سبيسنج ده قصته انه هيبقى عامل لي ايه يا جماعه؟ اثبتناها دي امبارح، الديهات بتاعتي كلها هتبقى ذا سيم، فاقدر اخدها كومن فاكتور. لما اخدها كومن فاكتور هيطلع لي في النهايه ال1 وال2 وال3 كلهم متساويين وكلهم الله هيطلع نفس القانون، ميو على 2 باي لين دي على فار. ستوب. واحد يقول لي طب دي انهي دي بقى؟ ايوه لان هما ايه؟ متساويين، يبقى ده مثلث يا جماعه متساوي الاضلاع. خلاص؟ لكن ده ما بينفعش يتحقق بسهوله في كل الكونفيج، او يعني في اي كونفيجريشن من الترانسميشن لاينز ما بعرفش احقق الايه؟ الايكوال سبيسنج ليت. فبروح عامل ايه يا جماعه؟ بروح عامل الفول او الان ايكوال سبيسنج فولي ترانسبوزد. واتفقنا الفول ترانسبوزيشن بيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ الطبق بتاعي اهو فيز نمره واحد اثنين ثلاثه، اجي بعد تلت الخط بالظبط اروح ناقل ده هنا وناقل ده هنا وده يروح هنا اهوت، بعد التلت التاني من الخط اروح ناقل ده هنا واروح ناقل ده هنا واروح ناقل ده فوق. خلاص؟ وينتهي الخط ايه؟ هنا اهوت. يبقى ال على الثلاثه وال على الثلاثه وال على الثلاثه، وتبقى الفيز ايه؟ مره كان البوزيشن بتاعها في الموضع رقم واحد ثم موضع رقم اثنين ثم موضع رقم ثلاثه، والفيز بي مره في الموضع رقم اثنين ثم ثلاثه ثم واحد، والفيز سي بدأت عند المكان رقم ثلاثة ثم رقم واحد ثم رقم اثنين. ده هو اسمه الترانسبوز ترانسميشن لاينز. خلاص يبقى انت النهارده عرفت معلومة جديدة اهو، ان الترانسبوزيشن هو عملية انترتشينجينج ما بين البوزيشنز بتاعت الايه؟ الترانسميشن لاينز. عشان يا جماعة A وB يبقى مرة ما بينهم مسافة دي واحد اثنين،
لو انا بقى مش ضامن او مش هقدر اخلي المسافات متساويه، يبقى مره ثانيه هيبقى بينهم مسافه دي 2 3 واخر تلت في الخط هيبقى بينهم مسافه دي 3 1. بيتعرضوا لكل المسافات، لما يتعرضوا لكل المسافات يحصل ايكواليتي ما بين الفلاكس لينكجز كلها وبعضها، يقوم يطلع الايه القانون النهائي بالمنظر اللي هكتبه لكم دلوقتي. يطلع ميو على 2 باي الله وكل حاجه ميو على 2 باي. ايوه دي طبعا بتسهل لك جدا المذاكره، انه التلات النات هتطلع نفس القانون اللي جبناه ده هو ده هو خلاص. ولكن النهارده ما عنديش دي واحده، انا عندي 3 ديهات، فعملت حاجه كده جديده اسمها الجي ام دي على ارست. وير حيشو الجي ام دي يا جماعه بتساوي الجذر التكعيبي لدي 1 2 دي 2 3 دي 3 اهو. يعني المسافات بتاعتي لو 5 و6 و7 متر هروح جايب الكيوبيك روت او اللي هو الجيومتريك مين المتوسط الهندسي 5 في 6 في 7 واخد الجذر التكعيبي، هيطلع على فكره حاجه وسط، هيطلع 6 وشويه 6 الا شويه، فاهمين قصدي؟ طبعا المتوسط الحسابي 6، انما احنا بناخد المتوسط الايه؟ الهندسه بالظبط كده خلاص. طيب لو انا عامل الترانسميشن لاين ايكوال سبيسنج ما بين الفيزز برضه بعمله فولي ترانسبوز، يبقى خلاص دي قاعده ان كل الترانسميشن لاينز بتبقى فولي ايه ترانسبوز. طيب تعالى ناخد عنوان بقى جديد النهارده، مش عارف هيبقى تقييمه كام في الشابتر بتاعنا، بس ده عنوان جديد اسمه الباندلد كوندكتورز خلاص. حد سمع قبل كده عن الباندل كوندكتورز دي؟ طب حد شاف قبل كده باندل كوندكتورز؟ لا انتوا كلكم شفتوا الباندل كوندكتورز. الحقيقه الباندل كوندكتورز هي لما تمشي كده وتلاقي ترانسميشن لاين الكابل بتاعه الفيزا الواحده مش كابل واحد، بيبقوا 2 أو 3 وبينهم اتصال خلاص بالمنظر ده. يعني بتيجي تشوف ايه؟ تلاقي مثلا ترانسميشن لاين، تلاقي 2 ماشيين جنب بعض كده اهو 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 خلاص، وتلاقي كل شويه رابط لك دي بدي دي بدي، وتلاقي فيزا ثانيه وتلاقي عامل كده برضه اهو. A B C كده يا جماعه دي اسمها ايه؟ اسمها باندل كوندكتور. لو انا علقت لك ده هنا في انسيوليتر اهو في التاور ارم اهو خلاص، اكمل لك بقى الشكل اهو، ادي انسيوليتر هنا وادي تاور ارم تاني خلاص، وادي انسيوليتر وتاور ارم تالت بالمنظر ده. نموذج لحاجه انت بتشوفها، شوف ده لو تشوفوش خلاص ممكن يشوف دوت. ده ميزته ايه؟ ما هي الميزه ان انا اخلي الكوندكتور بتاعي بقى ما هو كوندكتور واحد اخليهم 2 ومرتبطين ببعض؟ ممكن ده يزود ايه؟ ها؟ يزود الكباستي صح؟ لانه الكوندكتور ده كوندكتورين بس هي نفس الفيز، عشان كده انا رابطهم ببعض. يبقى ممكن جدا الخط بتاعي بقى ما هو 150 مللي، الكوندكتور 150 مللي زي ما جبنا كده في مساله بتاعت الامتحان، لا يبقى 2 150 مللي. يبقى انا ضعفت الايه؟ الكباستي. هيقلل اللوسز لانه صح، لان انت الايكويفلنت كروس سكشن اريا يعتبر اكنه زاد. هو الحقيقه كمان زي ما انتوا هتشوفوا بعد شويه انه هيقلل الاندكتنس، هيقلل الاندكتنس بتاعت الخط، زياده عدد الباندل كوندكتورز هتقلل ايه؟ الاندكتنس بتاعت الخط، وده اللي هنتاكد منه لما نحسب الحسابات دلوقتي. يبقى الباندل كوندكتورز يا جماعه الكروس سكشن، لو انت بصيت سايد فيو بقى كده، سايد فيو بتاعه ايه؟ انه الكوندكتور الواحد قد يكون مكون من خلاص مور ذان واير، مور ذان واير
طب هل بالضرورة يبقى الفيز A زي الفيز B؟ لا مش بالضرورة. يبقى ده يا جماعة الخط اللي بره ده خط وهمي، بس بقى ايه بقول لك ان في فيز فيها عدد من الكوندكتورز، ده خط وهمي بقول لك ان في فيز اخرى فيها عدد من الكوندكتورز، ده بنشوفه اه كويس. طيب في الحالة دي يا جماعة هيبقى عندي هسمي الفيز ديت A والفيز ديت B، التيار اللي ماشي هنا اي اي هيتقسم طبعا على ان واي، والتيار اللي ماشي هنا اي بي هيتقسم على ام واي، هنا ان وهنا ام. خلاص طبعا احنا عرفنا خلاص ان الكارنت هيتقسم، ده فيما يخص الكارنت والباور وايه الشغلانه دي. طب فيما يخص يا جماعه الاندكتنس كالكوليشن ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ خد بالك ان اي اي خلاص لو قلنا مثلا ان هنا اهوت يعني التيارات الجزئيه هنسمي مثلا دي اي اي 1 اي اي 2 اي اي 3 and so on لحد ان، وهنا اي بي 1 اي بي 2 وهكذا، وبنقول ان اي اي 1 بيساوي 2 بيساوي 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 يساوي اي اي على ان، و اي بي 1 يساوي اي بي 2 يساوي اي بي ام. بس ركزوا كويس عشان ايه جنرال فورم ان العدد مش هو نفس العدد، هيساوي اي بي على ام. ماشي طيب تعال نعمل بقى اثبات او مش اثبات، تعال نعمل ده تطبيق، تطبيق على اثبات اللي هو فلكس لينكج ابو ايه ابو مالتي او جروب اوف كوندكتورز. دلوقتي الاي اي لما اجي اتكلم على الكوندكتور نمره واحد في الفيز نمره واحد او في الفيز ايه هتيجي تقول مثلا فلكس لينكج لامدا واحد كان بيساوي ايه يا جماعه؟ ها ميو على 2 باي لامدا اي واحد بالتحديد، لامدا اي واحد كوندكتور الواير نمره واحد في الفيز ايه هيساوي ايه يا جماعه؟ الاي اي واحد لين، وانا بتكلم على نقطه هنا مثلا ديستانس بي اهي بعيده خالص خلاص، او احنا قلنا خلاص هنجيب الاثبات بقى من نصه مش من اوله، احنا لين دي قلنا لما النقطه بتبعد قوي اللينات دي كلها خلاص بتايه بتروح بتكنسل، فانا هقول لين واحد على ده سيلف ولا ميوتوال، يبقى ار اي واحد ستار زائد اي اي 2 في لين ها واحد على ايه؟ مين يقول؟ ديستنس ما بين التو واير صح؟ دي اي واحد اي اتنين زائد اي اي تلاتة، يبقى نعمل نقط كده اي اي ان لحد اي اي ان في لين واحد على دي اي واحد اي ان، خلصوا ولا لسه؟ لسه في بقى الجزء اللي هو مين يا جماعه؟ زائد ميو على 2 باي اي بي 1 لين 1 على دي اي 1 بي 1 اي بي 2 لين 1 على دي اي 1 بي 2 زائد 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 لحد اي بي ام لين 1 على دي اي 1 بي. عملية وسعت زي ما انتم شايفين. طيب هتاخد لها صفحة تاخد لها صفحتين تاخد زي ما تاخد مش مهم، لأنه احنا مش هنحفظ الإثبات دوت، لكن الإثبات ده هيقول لي إيه في الآخر يا جماعة؟ خد بالك إنه في برضه هيتدخل شوية أبروكسيميشنز إنه مجموع البي هات الأي بي هات هو نيجاتيف مجموع الأي إي هات، فهتخش بقى شوية أبروكسيميشنز وشوية إيه حاجات هتوصل في النهاية ان بعد ما باخد الاندكتنس بره خلاص يبقى افتر
several calculations. خد بالك انت سيميلارلي هتجيب لامدا 2 ولامدا 3 و4 وبعدين تجمعهم. خلاص؟ في القصه دي لما هتنتهي بقى في الاخر خالص على ايه؟ على انه ال واحد او ال ايه؟ هتساوي ميو على 2 باي برضه ميو على 2 باي لن جي ام دي على انهي ريديوس؟ ريديوس ايه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ ولا المكافئ ولا الوسط ولا ايه؟ باخد حاجه اسمها جي ام ار بتاع الفيز ايه. خلاص؟ وال دي بيساوي ميو على 2 باي برضه لن جي ام دي. خد بالك هي نفس الديستنس ما بين الاي والبي على جي ام ار بي. خلاص؟ يبقى ايه يا جماعه؟ يعني انت دلوقتي تقول لنا ايه؟ بعد القصه دي كلها ودخلتنا في قوانين الفلاكس لينكج وكده طلع القانون في الاخر بسيط. طيب هنحفظ ايه او نعرف ايه؟ هو القانون النهائي دوت. بس هي القصه كلها انه هاو تو جيت ازاي نجيب الجي ام دي وازاي نجيب الجي ام ار بتاع الفيز ايه وازاي نجيب الجي ام ار بتاع الفيز بي. ازاي بقى؟ حد يقول لي الجي ام دي كان ايه اصلا؟ جيومتريك مين ديستنس. طب انا عندي هنا هي ديستنس واحده. هي ديستنس ايه يا جماعه؟ واحده. اسميها ايه طيب؟ اسميها دي اي دي ولا دي اي واحد دي واحد ولا في مسافات كتيره صح؟ فيبقى الجيومتريك مين ديستنس هنا هي ايه؟ هما دول كام ودول كام؟ دول ان ودول ايه؟ يبقى كله كام؟ صح مش كده؟ ان زائد ام. طيب في كام مسافه ما بين واحد من هنا وواحد من هنا؟ كام؟ لو دول ثلاثه ودول اربعه ب 12 يبقى حاصل الضرب. يبقى حاصل الضرب يا جماعه هو هيبقى الروت بتاعي ان في ام. لمين بقى؟ للمسافات اللي هي ايه واحد دي واحد اتنين ايه واحد دي اتنين لحد ايه واحد بي ام ثم اتنين بي واحد اتنين بي اتنين ان سو اون دي تلاته وهكذا. تفضل بقى ايه تحسب كل المسافات اللي ضربها كلها في بعضها. طبعا انت ضربت كام مسافه؟ ان في ام. لو هو 3 في 4 يبقى 12 مسافه بتاخد الجذر ال 12 بتاعهم. طبعا دي على الكالكوليتر اللي هي باور 1 على 12. يعني مفيش طبعا جذر 12 انت بتعمل باور 1 على 12. طيب الجي ام ار الريديوس ار او الريديوس بتاع الفيز ايه يا جماعه؟ فيز ايه يا جماعه؟ خد بالك انه بيظهر فيه الريديوس نفسه بتاع الكوندكتور وبيظهر فيه المسافات التي بين الكوندكتور او الواير والواير. فعشان كده دلوقتي هروح اعمل ايه بقى؟ عندي كام واحد من الوايرز جوه الفيز ايه؟ ان. ان في ان او ان تربيع يعني. همسك اول واير هاخد الريديوس بتاعه. همسك بعد كده المسافه من ايه واحد لايه اثنين. لحد المسافه من اي واحد لاي ان كل ده تايمز ار اتنين في المسافات اتنين اي واحد اتنين اي مفيش اتنين اتنين بقى اتنين اي تلاته على طول تبقى كده اتنين اي تلاته نقط 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 لحد اتنين اي ان نقط كمان لحد بقى نمسك اخر واحد كمان بالمره. فطبعا ار ان بقى ايوه ار اي ان برافو عليك ستار في الديهات بقى المختلفه. طبعا هي الموضوع يبدو صعب بس هو طبعا مع الاشكال بقى المحفوظه شكل مثلا ثلاثه كوندكتورز عاملين مثلث
هيبقى كل واحد علاقته بالباقيين زي التاني، فتلاقي البراكت دي بتتكرر شكل زي المربع، هتلاقي كل واحد علاقته زي التاني برضه، بس المسافات في مسافه ضلع ضلع ووتر. يعني احنا لما نتمرن بقى دلوقتي وفي الشيت وفي ال ونذاكر هنلاقي ان العمليه ابسط بكتير. طب الموضوع هيتكرر تاني بس بام تربيع، مش بان تربيع بقى، يبقى بام تربيع. ونفس الكلام ار بي واحد ستار في المسافات البسيطه اللي هي بي واحد بي اتنين بي واحد بي ثلاثه نقط، وانت تكمل بقى الباقي خلاص بسهوله. انت فهمت المبدا العام لحساب الجيومتريك مين ريديوس هنا وهنا؟ ها اسال يلا قول. عدد الاقواس هو بالظبط كده، عدد الاقواس هنا ان، وكل قوس فيه ان كومبوننت، فيبقى العدد الاجمالي ان في ان، يعني ان تربيع. هنا عدد الاقواس ام براكت، وكل براكت جواه ام مسافه، احداهم هي الراديوس ستار، والباقي هي المسافات ما بين الوايرز وبعضها. فطبعا يا جماعه لما انت تلاحظ ايه، لو انا كنت زمان بتكلم على الراديوس بس، دلوقتي بتكلم على الراديوس وبتضرب في مسافات وبعدين باخد جزء، المسافات دي 100% اكبر من الراديوس، 100% اكبر من الراديوس، ان هو المسافات لو لازقين اصلا في بعض هيبقى المسافه هي الراديوس، هيبقى مش الراديوس اثنين الراديوس كمان. ف 100% المسافات دي ايه يا جماعه؟ 100% المسافات دي اكبر من الراديوس. فالراديوس لما بضرب في حاجه اكبر وارجع اخد الجذر، القيمه بتطلع اكبر شويه. يعني جي ام ار ده هو اكبر من الكوندكتور واير لو كان سوليد. يبقى انت لما بتبعطر الواير شويه كده اهو، بيبقى في فراغات في النص، المسافات دي بتكبر شويه. الجي ام ار 100% بيبقى اكبر من الراديوس لو انا استخدمت. ما هي الفكره في حاجه، انت لو جبت كوندكتورين تو كوندكتورز 150 مللي وحطيتهم جنب بعض بمسافه ما، البديل انك كنت تجيب كوندكتور 300 مللي، الراديوس بتاع 300 اكبر من الراديوس بتاع 150، لكن ال 150 لما هم اثنين وناخد الجيومتريك ميل وناخد في اعتبارنا المسافه بينهم، هيطلع جي ام ار لاثنين باندل كوندكتورز اكبر من الراديوس لكوندكتور واحد، حتى لو كان الكروس سكشن اريا بتاعه اكبر من ايا من هما. خلاص ده معناه ايه؟ يعني اللي انا عمال اقوله ده برضه معناه ايه؟ معناه ان جي ام ار ده لما يزيد وهو موجود في المقام يحصل ايه؟ يحصل ايه في الاندكتنس؟ تقل. يبقى اذا الباندل كوندكتورز دي قد يكون هدفها الاساسي زياده الكاباسيتي، وقد يكون هدفها تقليل الاندكتنس، وده يقلل لي برضه الفولت دروب، لان الفولت دروب يا جماعه بيبقى على الريزيستنس وعلى الاندكتنس في الترانسميشن لاينز. انتوا عارفين انه الموديل بتاع الترانسميشن لاين بيبقى فيه ان سيريز، بيبقى فيه ريزيستنس وفيه ايه؟ اندكتنس. خلاص؟ سهله ولا صعبه؟ في بعض الاحيان بقى، بص بقى، خلصنا من الباندلز، خلصنا من الباندلز. في بعض الاحيان تلاقي ايه؟ في بعض الاحيان تلاقي التاور كده اهوت وله دراعين هنا وهنا، هنا وهنا، هنا وهنا، وتلاقي هنا اهوت ادي الانسيوليتر، وتلاقي واير الانسيوليتر، وتلاقي واير مش بندل ولا حاجه، هو واحد. خلاص؟ وتلاقي هنا في انسيوليتر اهو والواير اهو، انسيوليتر اهو والواير اهو، انسيوليتر اهو والواير اهو. خلاص؟ الشكل ده بنشوفه كتير جدا صح؟ تلاقي من هنا فيه ومن هنا فيه. دي بتبقى اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها ايه؟ مين يعرف؟ دي بيبقى اسمها، حد يعرف؟ اسمها دبل سيركت. دي فيز ايه وتلاقي ده قصادها فيز ايه. ده فيز بي وتلاقي ده قصادها فيز بي. ده فيز سي وتلاقي ده قصاده فيز سي. يعني التيارين او الكوندكتورين دول ودول
ودول كل من هما بيصبوا لما يجي نوصل لمحطه المحولات تمام، او احنا طالعين من الجنريتور. احنا طبعا عارفين احنا رسمنا في اول محاضره ولا ما رسمناش؟ رسمنا الكونستراكشن بتاع الباور سيستم، اكيد رسمناه اصلا، حتى لو مش رسمته اكيد اي دكتور تاني في اي ماده رسم لك الاستراكشر، انه في جنريتور، في ترانسفورمر، في بقى كده ترانسميشن لاينز بتروح بعد كده تسلم ترانسفورمر ستيب داون، فانت طالع من محطه محولات وهتصب في محطه محولات. فدايما لما تلاقي دبل سيركت اعرف ان التو كوندكتورز اللي فوق من هنا واللي تحت من هنا هيروحوا يصبوا مع بعض في نفس الفيز في المحول بتاع محطه المحول، او هم طالعين اوريدي من نفس الفيز بتاع السبلاي بتاعي. خلاص دي اسمها دبل سيركت، وحساباتها زي بالظبط يا جماعه حسابات البندل، لانه دي ايه ودي ايه، ما هم مرتبطين صحيح، ما فيش بينهم الكونكشن اللي احنا بنشوفها بعينينا دي في البندل كوندكتورز، بس نقدر ان احنا نحسب الجي ام ار ازاي يا جماعه؟ نحسب الجي ام ار بفكره المسافات بقى. سيم ريليشن از يوزد، نفس الريليشن بتستخدم لو عندي A و A، فالجي ام ار بتاعها هيبقى الريديوس ال A في المسافه تايمز الريديوس ال A الثانيه في المسافه، واخد الجذر الرابع، لان ضربت اربع كميات في بعض، ضربت اربع كميات في بعض هاخد الجذر الرابع. طبعا هو هيبقى الجذر الثاني، حقيقه الامر هو هيبقى الجذر الثاني. ليه؟ لانه الريديوس زي الريديوس والمسافه هي هي اصلا. فهو لما بيبقى عندي دبل سيركت بيبقى الجي ام ار بيزيد قوي، بيبقى الجذر التربيعي للريديوس في المسافه بين الفيزتين اللي هم او الكوندكتورين اللي بيتبعوا نفس الايه؟ نفس الفيز. ها؟ عشان يبقى في سيمتري، لانه غالبا يا جماعه خدي بالك من حاجه، انه الدراع بيبقى اطول شويه، يعني حقيقه الامر في الميكانيكال ديزاين بتاع الطاور بيبقى ده بره شويه كده. خلاص؟ دي فيز بي، وده برضه بيبقى اكبر شويه كده. فيز بي. فلما تيجي تفرغيهم من الخط من البرج دوت هتلاقيهم عاملين كده. فغالبا ده بيبقى شكل سداسي. فانت بتحافظي على ايه؟ بدل ما يبقى بي وبي مسافه بينهم اكبر من ايه وايه، ده هيخلي الجيومتريك مين ريديوس مختلف. فانت بتحطهم على شكل سداسي بحيث ان المسافه دي تبقى قد دي تبقى قد دي تقريبا، يعني تقريبا الثلاث اقطار دي اقطار المسدس صح؟ دي الوتر الاوتار بتاعت، مش اوتار دي الاقطار، الوتر غير القطر، دي الاقطار بتاعت الشكل السداسي. فاوتار الشكل السداسي بتبقى متساويه صح؟ زي كده ايه اما تجيب كده حاجه مدوره، ما دي انت لو كملتها تديك شكل دائري كده، تلاقي انت لو قطعتها الاقطار الدايره كلها متساويه، فبرضه اقطار الشكل السداسي كلها ايه؟ متساويه. فما تبقى كلها متساويه يقوم يطلع ايه؟ يقوم يطلع الجيومتريك مين ريديوس متساوي. لما يطلع الجيومتريك مين ريديوس متساوي يبقى الاندكتنسز متساوي، وهكذا. مين عنده سؤال؟ اسال حد كان رافع ايده دلوقتي. اه طبعا. لو انت سميت بي الاول يبقى بي و A و C و C و A و B، يعني فاهم قصدي؟ ما الاسامي دي احنا بنسميها يا جماعه، خد بالك الكوندكتور في الهواء كده ملوش اسم، انما دي ده مع اللي تحت اللي فوق هنا مع اللي تحت هنا دي 1 فيز، والعكس دي فيز ثانيه واللي بالعرض فيز ثالثه. ليه ايه؟ ليه بعمل اساسا دبل سيركت يا جماعه؟ هو هل الدبل سيركت من الممكن انها تبقى بندلد؟ يعني ممكن يبقى في بند؟ طبعا ممكن، يعني ممكن تبقى بندلد كمان كده اهو، ممكن جدا، ممكن جدا. ليه بعمل الدبل سيركت؟ هي مينلي
ملهاش دعوه بالاندكتنس هنا، هي مينلي عشان تو اكستند ذا كاباسيتي اوف ذا ترانسميشن لاين. انت بتعملي الكاباسيتي برج ضخم جدا ولود رعين، طب ليه ما مشيش دايره من هنا ودايره من هنا؟ يبقى دي بعملها عشان اكستند اضاعف الباور، بدل ما انقل 100 ميجا وات انقل 200 ميجا وات. دي هتنقل قد دي بالظبط. اكنهم اثنين ترانسميشن لاين ماشيين، بس هم في حقيقه الامر ايه؟ واحد بس. مفيش. في الاخر بقى، في الاخر. ولا حاجه، الومنيوم برضه، بس لا مش بلاستيك، لا لا حاجه موصله برضه، يعني حاجه ايكوالايزنج، يعني تقدر تقول عليها ايكوالايزنج رينجز او ايكوالايزنج ايه؟ كوندكترز. لا المفروض ما يمشيش فيها، بس هي بتضمن لك ايه؟ اما يبقى انت عندك تو وايرز كده، بص مش ممكن الريزيستنس طبعا اكوردنج للتمبريتشر اكوردنج لاي ظروف، ممكن جدا الايه الريزيستنس بتاع ده تختلف شويه عن ده، خلاص، وهم قريبين من بعض قد يحدث بينهم تلامس، فممكن يبقى في سباركس. فما اروح انا ما بينهم كده دي حاجه من نفس يعني، ده المونيوم هربط بالمونيوم، اللوي هربط بالاللوي، حاجه من نفس الايه، او تبقى اصلب شويه، يعني ممكن تبقى فيها ستيل برضه، تبقى اكثر صلابه بحيث ان انا اربطهم ميكانيكال ما يسيبوش بعض او ماسكين بعض، خلاص ما يحصلش ان ده ايه يميل شويه وده ما يميلش، يعني فاهم قصدي، يعني ميكانيكالي ماسكين بعض، وفي نفس الوقت الكتريكالي انا ضمنت ان انا بساوي، لو حصل حتى دروب بسيط في الفولت ما بينهم انا بعمل ايكوالايزنج للنقطه دي، تبقى قد النقطه دي في الفولت. خد بالك لو مشيت 100 كيلو وسبت بوتنشال ديفرنس كل شويه يحصل بوتنشال ديفرنس، ممكن توصل في الاخر البندل دي مش زي دي. يعني انت لو مشيت تو وايرز جنب بعض، وهم ربنا طبعا خلق كل حاجه ليها كاركترستكس، فممكن ما يبقوش ايدنتيكال. فممكن لو ده مشي 100 كيلو، ممكن بعد 100 كيلو يبقى الفرده دي خسرت فولت غير اللي خسرته الفرده الثانيه. فتيجي توصلهم ببعض في الاخر، يقوم ايه اللي يحصل؟ يحصل شورت، يحصل سبارك. فانا بضمن ان كل كام متر او كل كيلو مثلا، او كل مثلا بين برج وبرج، اروح عامل ايه؟ عامل ايكوالايزنج للفولتج. فكل شويه هتلاقي البتاع ده موجود. واحيانا نشوف ثلاثه، يبقوا ثلاثه، فتروح شايفهم ثلاثه دي في الثري دايمنشن تبقى عامله كده، تلاقيها عامله مثلث. خلاص؟ واحيانا نشوف اربعه. طبعا بيبقى في واحد بقى في الخلفيه بقى ورا كده، بس يعني خلينا نعمله كده وخلاص. طبعا هو ده شكل المفروض مربع، لان المفروض ده بيبقى في الظهر، بس طبعا يعني هو بيبقى مربع، يعني انت لما تبص له من الجنب يبقى مربع مربع، يعني فاهمين قصدي؟ فهو هدفها ميكانيكال بمسكه يبقى حته واحده، بدل ما هم كوندكتورز سايبه عن بعض كده اهوت، لا يبقى حته واحده، ده ميكانيكالي. والكتريكالي انت بتيكوالايز الايه؟ كل كام كل بين برج وبرج تروح مديها واحده كده ايه؟ تيكوالايز الفولتج. خلاص؟ عشان ما يحصلش دروب في واير اكتر من واير. ماشي؟ وزي ما انت شايف هي ليها مزايا انها بتكستند الكاباسيتي، وكمان بتعمل ايه؟ وكمان بتعمل ايه؟ بتقلل الاندكتنس، لان الجي ام ار هيحصل له ريدكشن كبير. تمام؟ ممكن بقى الجا لحاجه اكتر تو اكستند الكاباسيتي، اللي هو موضوع الدبل سيركت. الدبل سيركت انه يبقى الكوندكتورز بتاعتي في كوبي منها على الناحيه الثانيه، يبقى ده خط وده خط، اكنهم اثنين ترانسميشن لاين موجودين على نفس الابراج اللي ايه اللي شايلها. خلاص؟ دي طبعا الموضوع بتاع، طبعا الشكل اللي انا شايفه قدامي ده طبعا يدعو الى اي مسائل تتحل. فيعني ممكن نخلي المسائل دي المره الجايه. خلاص؟ مع الايه؟ مع الجزء بتاع الكاباسيتنس، يبقى احنا الاسبوع الجاي المحاضرتين اللي جايين هنعمل الكاباسيتنس، ودي هتبقى بسيطة، مش هتبقى يعني ممكن ندي قوانينها النهائية على طول، ما نضطرش ان احنا نعمل بقى الديفيجنز دي كلها، وفي نفس الوقت نحل بقى مسائل متنوعة على كل الشكل. خلاص؟